أستاذ حسن وثيقة 23 ووثيقة 16 تعرض أمام المشاهدين الآن حتى نشوف كيف تمت الأسعار. يعني هنا بالوثيقة 16 يا عمر، الوثيقة 16 أستاذ حسن، هاي الوثيقة، هاي الوثيقة 16 عرضوها، أقرأ للمشاهدين أنه هذه كيف تم تحويلها إلى مبلغ 11,000 دينار، زين؟ اللي هو يعني هو هذا رقم الكتاب 4 لسنة 2021، القاضي الخاص بطعام النزلاء الموقوفين في دائرة إصلاح العراقية. أي احنا قلنا الجهة المستفيدة دائرة الإصلاح ويمثلها المدير العام إضافة للوظيفة. طبعا المدير العام ما يدفع فلوس من يصير مدير عام، المتعهد هو اللي يدفع فلوس. يعني هسه الآن مطلوب 15 مليون دولار حتى يصير مدير عام جديد مكان هذا المدير اللي هسه الآن موجود، لأنه راح تتجدد لازم يجيبوا المدير عام. طلب صاحب العمل مقدم الخدمة طعام النزلاء والموقوفين في الأقسام السجناء التابعة لدائرة إصلاح العراق والموافقات والتسفيرات ومراكز الشرطة في بغداد والمحافظات. احنا حكينا على البس المحكومين، لكن اكو تسفيرات ومراكز الشرطة، هاي هم على الإصلاحيات هم على الطعام. زين، وافق مقدم الخدمة على تقديم الخدمة موجب الشروط المثبتة لاحقا في هذا العقد، وذلك بعد تعريف لصاحب العمل بأن لديهم الكفاءات الفنية والمالية والمهنية والمطلوبة. هو يبيع مخدر، شنو الكفاءات؟ مثلا شنو الكفاءات اللي هو مشمول بها ويقول الكفاءات وشنو اكو يعني نعم. اعمال مماثله؟ نعم ماكو. انت الان في بغداد يعني على هذا العقد، احنا تم ابرام هذا العقد، عقد اطعام النزلاء والموقوفين في الاقسام السجلتها على دائرة الإصلاح العراقية. نعم. الموجودة حاليا والتي سيتم افتتاحها مستقبلا، وكافة المواقف والتسفيرات ومراكز الشرطة والتي ألزم القانون دائرة الإصلاح العراقية بتجهيزها بالإطعام في محافظات ديالة والأنبار، قسم سجن سوسة في محافظة السليمانية، واسط النجف الأشرف، الديوانية، بابل، كربلاء، المقدسة، المثنى، كركوك، نينوى، صلاح الدين، البصرة، ميسان، الوثيقة بغداد. الوثيقة رقم 18 عمر، اعطيني الوثيقة رقم 18 اقرا لي ثانيا. هاي الوثيقة اللي تقول التعاقد مع شركة الميقات. نعم. يكون السعر 10,990 اللي هو 11,000. يقول يلتزم مقدم الخدمة بتجهيز وتدوير 3 وجبات طعام يوميا للموقوفين والنزلاء في الأقسام السجنية التابعة لدائرة الإصلاح العراقية الموجودة حالا وسيتم افتتاحها مستقبلا، وكافة المواقف والتسفيرات التي تلزم القانون، إلى أنه يقول هاي كل المحافظات بسعر 10,990. يعني يقول بعد 11,000 ليش 990؟ هذا اللي إجا وراء خلاصة الإبداع. نعم، أعطوني وثيقة 23 أستاذ حسن. يعني الميقات 23 اللي هي كانت خلاصة الإبداع. نعم، اللي كان السعر بيها شقد؟ بقدرة قادر تحولت الميقات. الميقات الفقرة أولا، يلتزم مقدم الخدمة، أقرأ لهم شقد كان الرقم 23. نعم، أولا يلتزم مقدم الخدمة، يلتزم مقدم الخدمة بتجهيز وتدوير 3 وجبات طعام يوميا للنزلاء والموقوفين في دائرة الإصلاح العراقية في محافظة الفرات الأوسط، بابل، كربلاء، المقدسة، المثنى، وفق جداول الإطعام الخمسة المرفقة طيا في هذا العقد وبسعر 8,997. خلاص لهنا نوقف. نعم، هنا أستاذ حسن القضية أنه شركة الميقات بعد خلاصة الإبداع كان عندها 3 محافظات. نعم، الآن شركة الميقات أعطيت كل السجون العراقية. نعم، مو كل المحافظات، كل السجون في العراق، كل السجون، كل السجون اللي بالعراق. هنا سؤال. نعم، السيد دولة رئيس الوزراء، من صار 11,000 وكان 5,000 وصار 8,000، هذا بموجب اي تشريع انه السجين 11,000 دينار؟ ويقال مستاذ حسن انه شركه الميقات هي نفسها خلاصه. نعم، ذنيت الشركتين، نفس الشركتين، يعني هي فقط كل تابعات الحج والعمره. نعم، والمتعهد كفاح، يعني هم شركه الميقات الحج والعمره مع شركه اهليه.
ماشي. شركة الأهلية اللي يقودها كفاح اللي صار له سنوات يجهز هاي الإصلاحيات. زين، هذه بموجب التقارير هذه الشركة صار عندها أرباح 2 تريليون و700 مليون. هذا الحساب الميقات خلال 7 سنوات. نعم. طيب هذه الأموال الآن وين بالحج والعمرة كيف تبوب المن صارت وماذا استفاد من الحج والعمرة؟ أعتقد موزعين صوبات نفطية للمواطنين. شو المواطنين؟ المواطنين اللي يجون بالهيئة يعني الفقراء وهذا مطينهم هاي الصوبات. هي شنو جمعية خيرية؟ على كل هم داعينهم وجايين يا بالمواطنين مطينهم هاي الصوبات. بس خل واحد يسأل نزاهة، خلي تروح لهم وتقول لهم يا بذن 2 تريليون و700 مليون وين راحن؟ أنا هنا شركة خلاصة الإبداع لما كنت أقرأ وثيقة رقم 2 عمر هذه طلع ليها عمر علي قبل لا تطلع على الجو. هاي مشاهدين الكرام أمامكم راح أعرض لكم وثيقة يقول إنه شركة خلاصة الإبداع قدمت خطاب ضمان ب660 مليون دينار عراقي من مصرف زين العراق الإسلامي وصح الصدور. هاي طلع الوثيقة عمر، خلي يشوفها السيد وزير العدل. هاي الوثيقة أستاذ حسن. نعم. إذا الشركة قدمت خطاب ضمان ب660 مليون دينار عن عقد الإطعام، إيش قد رأس مالها؟ هي كان رأس مالها 10 ملايين دينار عراقي. 10 ملايين. زين شلون خطاب الضمان؟ خطاب الضمانات كل المصارف الأهلية كانت التاجر بخطابات الضمان أستاذ أو سجاد. أي. أعطيني هالقد مبلغ أنا أعطيك، إيش قد خطاب ضمان أعطيك إياه. أي. هاي ولي هذا البنوك والمصارف الأهلية انهارت. انهارت يعني كل صارت تحت وصاية البنك المركزي العراقي لأنه أصحابها. زين يعني شلون المصرف تصح الصدور؟ ينتصح الصدور هو المصرف غير أنا مطير فلوس. أنت متأكد أنا الشركة رأي طبعا. طبعا. أيضا أكو قضية واحدة أنا لما كنت أقرأ بهاي الوثائق أستاذ حسن لفتت انتباهي قضية أنه أثناء التعاقد لم تذكر أنه هذه الشركات الثلاثة أو الاثنين خلاصة الإبداع والميقات أنها شركات مشروعة مسجلة في دائرة الشركات. ما مسجل في وزارة التجارة. ما مسجلة. بحيث يذكر بالعقد فقط اكتفوا برقم هوية التجارة. نعم ما مسجل. لذلك نحن نطالب وزارة العدل ودائرة مسجل الشركات في وزارة التجارة إثبات أنه خلاصة الإبداع وشركة الميقات بحسب قول الأستاذ حسن التابع للحج والعمرة أنها شركات معترف بها ومسجلة وبرقم وبتسلسل، لماذا أخفيت؟ زين نعم أستاذ حسن نعم.